مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لأجزاء مختلفة من المملكة. نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي وكبير على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، والارتفاع تدريجي أيام الأربعاء والخميس وحتى يوم السبت، بالتالي ستكون درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت والخميس والجمعة في نهاية الأربعينيات، لكن السبت قد تصل إلى بداية 50 درجة مئوية. إذن ستصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة أيام الخميس والجمعة والسبت أيام نهاية الأسبوع في معظم مناطق المملكة. أيضا تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية على أجزاء من المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الرياض والمنطقة الغربية والشمالية، وبالتالي تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، قد تؤدي أحيانا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وبشكل عام زي ما حكينا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع ارتفاع تدريجي خلال الأيام الثلاثة القادمة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.